كابتن شوقي غريب خالي الشهيد شريف عمر، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير، ازيك يا دكتور؟ ازيك حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، اهلا الله بيك. الله يخليك يا دكتور محمد. الله يعني انا كنت بقول للحاجه ايمان انه الخال والد، بس انا اعتقد شريف كان صديق مقرب ليك، يعني كنتوا قريبين لبعض. طبعا. يعني ايه اللي بيتبقى في ذهنك من حكاياتك معاه؟ وانت كنت شايفه ازاي؟ واستقبلت خبر استشهاده ازاي؟ والله يعني هو شريف كان دايما يعني بيتكلم معانا، كان بيجي عندنا في، يعني تعرف احنا كنا عايشين في القاهره وهو كان في الكليه، ولما كان في الكليه كان دايما كان مع احمد ابني، لان هم كنا قد بعض يعني وكده. فكان دايما متربي يعني في البيت وموجود، ويعني شريف من زمان هو يعني زي ما تقول الدنيا بالنسبة له مش حاسبها. يعني سايب أموره كده ودايما بيتصرف بطبيعته. مسلمها لربنا يعني. يمكن وجوده يعني في حصل أو حصل الاستشهاد، هي بس كانت رسالة للناس اللي بتقول إن أولاد النجوم والناس الكبار والمشاهير والكلام ده لما بيخشوا الجيش بيقضوا وشهم في بيتهم، او بعد يقضي وشهم في اماكن ابد في الراحه يعني. يمكن استشهد ناس كتيره غير شريف يعني، وهم اهاليهم لهم علاقات كبيره ويقدروا يعملوا حاجات كتيره، ومنهم ناس قوات في الجيش ومنهم ناس في مناصب كبيره ودايما شريف ما كانش بيحب موضوع الوسائط خالص يعني دايما كان لما تيجي تقول له مثلا طب يا شريف نكلم حد يقول لك لا لا لا، ما انا لو انا مثلا حصل لي حق ما حصليش انا هيحصل لزميلي. فيمكن ربنا هو العيد لنا والعيد للمكانه الكبيره اللي عنده دي يعني حاجات يعني كنت بشوفها في شريف، انه بيتحمل مسؤوليه وتحس انه يعني موجود. حتى من زمايله اللي كانوا بيقولوا دايما انه حتى في اي مداهمه او اي حاجه في اوقات كتيره كان دايما لهم ترتيب في التحرك او في حاجه في كده، هو كان بيحط نفسه اول واحد دايما. يعني دايما القائد بيحط نفسه هو اللي في الاول او هو اللي في المقدمه او هو اللي موجود. يعني انت عارف الموقف زي محمد. انا عارف محمد يعني. انا عارف تبقى مواقف صعبه يعني مش مواقف سهله يعني. احنا بنتكلم انت عارف يا فندم طول الوقت، لانه هي دي النماذج الحقيقيه اللي المفروض نقدمها لاولادنا وشبابنا. يعني احيانا بتلاقي في نماذج معينه يعني، لكن هو ده الشهيد، هو النموذج اللي انا لازم اقدمه للشباب الصغير والولاد الصغيرين، لان هم دول اللي سندوا البلد، والناس لازم تبقى عارفه بطولاتهم يعني. ودي الحقيقه يعني برضه احنا لازم نقول ان احنا الحمد لله جيشنا عظيم. ما بيبخلوش برضو على 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 عليه ولا على ولاده ولا على اسرته باي حاجه يعني. احنا خلينا نقول برضو دي الحقيقه يعني ان احنا يعني اللي بيتعامل مع اولادنا دول او كل الشهداء بلا استثناء يعني فخوره بيهم، هتفضل فخوره بيهم يعني انت لما تشوف اسم الشيف على مدرسه مثلا، ما هو ده نتيجه ان اعتراف باللي هو عمله. حاجه يعني انت بتلاقي الحاجات دي على شخصيات كبيره في البلد، خدمت البلد، عملت البلد. الشهيد ده برضه تكريمه في مصر الحمد لله، قدم اعظم خدمه للبلد يعني. للبلد، عشان كده البلد ما بتنساهوش ولا بتنسى يعني اولاده ولا بتنسى حد. يمكن سامح منه بتتكلم بتقول ان المدرسة والحاجات دي كانت المدرسة والناس كلها يعني بيبقوا في استقبال الناس دي او في المعاملة او في كل شيء، احنا بنقدم لهم الشكر على كل حاجة. صحيح. لكن صحيح. هو في النهاية يعني ده ابننا وابننا وكان يعني بنضحي بيه من اجل مصر ومن اجل بلدنا ومن اجل ان الناس تعيش حياة طبيعية وحياة مستقرة الحمد لله. وان لو في اي وقت نطلب من اي حد ان يكون في نفس المكانة دي
اكيد مش هيوصل على بلده ولا صحيح باي حاجه يعني. صحيح يا فندم، بشكرك جدا كابتن شوقي غريب، بشكرك جدا.